لا تزال رائحة الموت تنبعث من تحت هذه الأنقاض. هنا الموصل التي لم تطوي صفحة جثث الضحايا حتى اليوم، على الرغم من مرور 6 سنوات على انتهاء المعارك العسكرية في نينوى. لا توجد إحصائيات رسمية حول عدد المدنيين الذين سقطوا خلال المعارك التي دمرت 80% من الموصل، لكن تقارير غربية تتحدث عن سقوط نحو 40,000 قتيل. وأمام هذا العدد الهائل، تقف فرق مديرية الدفاع المدني في نينوى شبه عاجزة عن انتشال الجثث، مع عدم توفير السلطات المعنية الأجهزة والمعدات اللازمة لإكمال هذه المهمة بحسب المديرية. ومع ذلك، لا تزال فرق الدفاع المدني مستمرة في عملية انتشال الجثث، لكن بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع حجم الكارثة، حيث تؤكد مصادر في شرطة نينوى أن مئات الجثث لا تزال تحت الأنقاض، خصوصاً في مدينة الموصل القديمة التي تضم نحو نصف الأنقاض. أما عن عدد الجثث التي انتشلت عقب انتهاء المعارك، فيتجاوز 5,100 جثة، غالبيتها تعود لسكان المدنيين قتلوا خلال الحرب، وفق ما تشير مصادر في شرطة نينوى. كما أن هناك اعتقاداً سائداً بأن جثثاً كثيرة تبددت تحت عجلات الجرافات بسبب عشوائية العمل خلال عمليات رفع الأنقاض المتلكئة. ويربط خبراء سياسيون وناشطون عوامل تأخر رفع الأنقاض وانتشال الجثث بالفساد الحكومي المستشري، فإعلان السلطات الحكومية تخصيص مليارات الدولارات لإعادة إعمار المحافظة لم يترجمه بقاء الأنقاض وصور الدمار الشاخصة، ولكل ذلك تبعات خطيرة، فبقاء الجثث يمثل مصدراً لنشر الأمراض والأوبئة ويهدد الصحة النفسية كذلك. فبحسب نقابة الأطباء في نينوى، فأن الكثير من سكان الموصل يعانون من أمراض نفسية بسبب بقايا الجثث ومشاهد الموت التي تعكس جانباً من الحقبة الكارثية التي تمر بها الموصل.